أعضاء مجلس جماعة سطات. المرجع كتابكم مؤرخ 21 مارس 2018 سنة 2018 على قسم الموضوع المشترك به أعلان. يشرفني أن أخبركم أن مكتب المجلس أقام بإدراج النقطة الواردة لكتابكم والمتعلقة بدعوة السيد المدير الإقليمي للصحة لتقديم عرض حول خدمات الصحة بالمدينة، في حين تعذر إدراج باقي النقاط نظرا للمعطيات التالية: أولا، مآب وضعية النقل الحضري بالمدينة، الوضعية القانونية والوضعية الجبائية. بعد انتهاء عقد حق الامتياز لشركة طايبيس، تعاقدت الجماعة مع شركة سهل الصحراء. هذه الأخيرة لم تلتزم بتفيد شروط ومقتضيات العقد، مما دفع الجماعة إلى فسخ العقد والبحث طبقا للقانون عن شركة أخرى لتدبير هذا المرفق بصفة مؤقتة، وذلك هو يتضمن استمرارية الخدمة وخاصة النقل الجامعي والمدرسي. يتم بعد ذلك إجراء مباراة لاختيار إحدى الشركات في إطار تدبير مفوض النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة سطات، حيث رأس العرض على شركة لوس ترانسبورت. وبعد تأشير المصالح المختصة بوزارة الداخلية على اتفاقية تدبير مفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة سطات في تاريخ 31 أكتوبر 2016، أعطيت الشركة مفوض لها مهلة 6 أشهر احتسبت إلى غاية فاتح ماي 2016 لبداية الاستغلال. ولذلك انعقد اجتماع لمقر جماعة سطات في تاريخ 2 ماي 2016 لإعطاء انطلاق المفوض إليه، حيث تبين لأعضاء اللجنة أن الشركة المعبر عنها بالمفوض له قدمت للجماعة كفالة الضمان المحددة في 100 أبداً ونسخة من القانون الأساسي للشركة التي تم إحداثها مع احترام موضوع إحداث شركة النقل الحضري لمدينة سطات، ووضعت مجموعة من المخالف ولوحات تشوير، إلا أنها لم تجلب الحافلات الجديدة كما هو منصوص عليه في البند 16 من الاتفاقية. على إثر ذلك طلب ممثل الشركة من اللجنة منحه مهلة من أجل جلب حافلات جديدة لبداية استغلال في أحسن الظروف، وبالتالي تأجيل بداية الاستغلال إلى تاريخ لاحق يتم تحديده من طرف اللجنة. وبالتالي 16 يوليو 2017 انعقد اجتماع بمقر عدالة إقليم سطات بحضور ممثل الشركة الذي التزم بتقديم برنامج الشركة لجلب الحافلات الجديدة. وبالتاريخ 20 يوليو 2017 قدمت الشركة برنامجها لجلب الحافلات الجديدة وقسمته على 7 مراحل لجلب الحافلات الجديدة، وهي كالتالي: نوفمبر 2016 2 ديال الحافلات، يناير 2018 2 ديال الحافلات، مارس 2016 3 ديال الحافلات، إلى نهاية نوفمبر 2018 3 ديال الحافلات. وعلى إثر ذلك انعقدت الاجتماعات التالية: بتاريخ 14 نوفمبر 2017 تم عقد اجتماع بمقر عماد 2016 بحضور ممثل الشركة الذي طلب توسيع شبكة خطوط النقل إلى خارج المدينة، وصرح أن الحافلات التي توفر عليها الشركة حاليا توجد في حالة جيدة. وبالتاريخ 23 نوفمبر 2017 انعقد اجتماع بمقر جماعة سطات بحضور ممثل الشركة الذي لم يأتي بأي جديد فيما يخص الحافلات، وعلى إثر ذلك تم توجيه رسالة مفصلة إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد عقد اجتماع لإيجاد حل لهذه الإشكالية. وقد أسفل الاجتماع الذي انعقد بمقر جماعة سطات بحضور السيد مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، السيد رئيس قسم الجماعات المحلية بعلامة إقليم سطات، ومدير المصالح الجماعية لجماعة سطات، وممثل المصالح الجماعية المختصة على تطبيق المقتضيات القانونية في الموضوع ونهج مسطرة التبليغ والشروع في إجراءات فسخ العقد المبرم مع الشركة.